بقوم عايزك تحكي لي شو عن بركات. بركات اهو القميص اهو. صح. جبنا اقولك جابوه ازاي ده؟ اهو القميص اهو. صح. ايوه هو ده؟ هو دي كانوا هاند كده. ابو قميص اهو. طيب احكي لي عن بركات شويه. بركات معايا من وهو في منتخب شباب، كنت انا ماسك منتخب شباب زمان. كويس. فكان معايا وبعدين جاله كسر مضاعف وهو في السكه الحديد. مظبوط. حتى النادي الاهلي كان عايز يشتريه وهو صغير ب 130 الف جنيه، انا فاكر رقم. انا ومحمد رمضان كنا بنلعب فريق اول وطالعين من النادي، وكان السكه الحديد ناشئين بيلعبوا مع الاهلي ناشئين، فاحنا ماشيين تعرف حضرتك الباب الكبير ده كده فبتمشي تبص منه، فرمضان راح موقفني قال لي اقف، ان لم اكن مخطئا يعني، قال لي تتفرج على الولد ده، كان اتصاب ورجع، يا رب بس ما اكونش التواريخ مش مظبطه معايا. المهم قال لي ده لعيب، ده لعيب ما حصلش، محمد بركات ده لعيب ما حصلش، كان حاجه غير عاديه، كان بيلعب النادي الاهلي لوحده. وفاكر ساعتها الله يرحمه كابتن مصطفى حسين كان هيتجنن عليه من السكه الحديد، وكان مهندس ابو العلا فرحات كان ماسك ورفض انه يبيعه للنادي الاهلي، زي حضرتك بتقول كان بمبلغ رهيب جدا على سعر لعيب وهو مصاب، والاهلي طلبه وهو مصاب وفعلا ما رضوش يبيعوه. انا فاكر ساعتها لفت بقى الدنيا واتساب وتعالج وعماد سليمان، عماد سليمان مسك مدير كوره في النادي الاسماعيلي، فصادف ان احنا اتقابلنا مع صديق اسماعيلاوي يعني. نعم. فبيقول لي ايه رايك؟ انا ما كنتش في اسماعيليه لسه. ايوه. عايز لعيب بس قالوا لي مكسور وكده. قلت له مين؟ قال لي محمد بركات. قلت له يا ابني ده مكسور بقاله سنه وتعالج، انت خده واعمل له فتره اعداد كويسه، ده هيشيل لك الفرقه بتاعتك. روح اتعامل باي مبلغ. قال لي ده رغم الاصابه دي؟ قلت له رغم الاصابه دي. فراح اتعاقد معاه واشتغل في اسماعيليه. لكن مستواه في اسماعيليه ساعتها قبل ما اروح ما كانش ملالع قوي. لما انا رحت هناك في اسماعيليه عرفت اتعامل معاه. بركات لو لعبته باك يديلك احسن مستوى، احسن من الباك الاساسي. هاف رايت احسن من الاساسي، وينج رايت احسن من الاساسي، تحت راس الحربه احسن من الاساسي. جوكر. فصيح. لعيب موهبه مش طبيعيه. وغير كده كمان يعني في التمرين مريح. نعم. لذيذ. انت عارف التمرين لازم يكون فيه يعني شويه فرفشه. طبعًا. شويه لا هو عسل. هو كان حكايه يعني. اللي عايز احكي لك حكايه عنه لو في وقت. طبعا. معدي كده انت عارف الاسماعيليه في موتيل عندهم وده من اسباب طبعًا. نجاح النادي يعني. فانا من عادتي اروح الصبح وامشي بالليل. ايوه. تقريبا مقيم. فانا ماشي فلقيت على السلم بتاع الفندق لعيب قاعد كده حزين يعني. فبقول له مالك يا ابني في ايه؟ ما فيش. تعالى. انت اسمك ايه؟ قال لي يا كابتن انت ما تعرفنيش؟ قلت له لا عارفك بس عايزك تقول لي اسمك. لان ما بتخيلش بيك. قال لي انا سيد معوض. سيد معوض. سيد معوض. قلت له ايه مشكلتك؟ قال لي يا كابتن من ساعه ما حضرتك جيت انا ما بلعبش. وما ماليش دور وبتاع وانا بتمرن بتاع. قلت له انا ما شفتكش. انا في التمرين ما شفتكش، ما شفتش حد بيرقص بيعمل اوفر بيعمل بتاع، ما شفتكش. الفت نظري عشان اشوفك. حلو. لما اشوفك اقدر اقيمك، لكن انت بتنزل بتتمرن وبتطلع من غير ما تعمل حاجه ايجابيه يعني. نعم. فالمهم نزل حطيته تحت عيني تمرين اثنين ثلاثه، لقيت عنده حاجات كويسه جدا. فكان بيلعب باك شمال ساعتها حمام ابراهيم. حمام طبعا. كان لعيب كبير قوي. قوي. فعملت ماتش ودي وجبت حمام، قلت له في الولد ده هيلعب وراك. حلو. لكن انا عايزك تتعاون معاه تطلعه وترجع مكانه. هو يرجع انت تطلع تعملوا دويتو مع بعض. جابها. فعملوا شغل ما حصلش. الماتش اللي بعديه قمت زي حمام بقى هاف شمال. ايوه. وحاطط باك شمال. مفيش يعني على نهايه الموسم مرتبه زاد 18 ضعف. سيد معوض. سيد معوض. والله العظيم. 18 ضعف. يعني مش عايز اقول لك الرقم لك بقول لك 18 ضعف.
وانطلق سيد معوض طلع حاجات يعني انا اعتقد انه سيد من احسن اظهره طبعا طبعا. الـ فاكر الجيل يعني لما اجي اقول لك تشكيله الاسماعيلي فاكرها؟